شو بلاك يا سعيد؟ ياسر جهز عمرك للإجازة كأنك طالع على القمر. سعيد كل ما يسافر منطقة عالية مثل سويسرا يعاني من داء المرتفعات، وهالحالة شائعة ناتجة عن الصعود السريع بالجبال والتأخر بتأقلم الجسم مع تغير الضغط. بس سعيد حالته أصعب من غيره، شو يصير فيك لو طالع جبال الهيمالايا؟ مع انخفاض ضغط الهواء والحرارة ونقص الأكسجين ممكن يصير معك صداع وغثيان وضيق نفس وفقدان شهية وقلة نوم، وهالعوارض تظهر عند 25% من الناس عند ارتفاع 2400 متر و 50% عند ارتفاع 3000 متر. داء المرتفعات يظهر بين ساعتين و 24 ساعة بعد الوصول، ممكن يستمر 3 أيام لغاية ما الجسم يبقى. طبعا اللي عايشين عند سطح البحر معرضين أكثر، فحاول يا سعيد ما تطلع أكثر من 2700 متر في اليوم، كثر شرب الماء، خذ مسكنات الصداع وحبوب للغثيان. دائما قبل ما نسافر إلى مناطق عالية ناخذ احتياطاتنا وما نسوي نشاطات بدنية عنيفة قبل ما نتأقلم عشان نستمتع بالإجازة، وعساكم دوم بصحة وسعادة.